تحية مع كامل الأسف اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة اللي كتشرف عليها السلطات الإقليمية بمدينة سلا باءت بالفشل، مع كامل الأسف باءت بالفشل بتغيب للمرة الثالثة بتغيب الممثل نتاع الوكالة وممثل التعاونية. جميع الوعود اللي أعطاها للجنة في اللقاء ما قبل الأخير بطبيعة الحال خلف هذه الوعود، بل وضعوا هذه الوكالة وهذه التعاونية وضعت السلطات المحلية والسلطات الشغلية في واحد الوضع اللي حرج، اللي حتى واحد ما ممكن نهائيا أنه يرضى به، لأنه واحد النوع نتاع الاستخفاف والاستعلاء اللي غير مسبوق. وبالتالي اكدت هذه التعاونيه لمن لا يزال يحتاج الى تاكيد بانها تعاونيه خارج القانون، بانها تعاونيه تستخف حتى بالاجهزه الدوله، يعني كتستخف بوزاره التشغيل، كتستخف بوزاره الداخليه اللي هذه الاجهزه هي اللي تتشرف على هذه الحوارات. ما عرفتش هذه التعاونيه اش من وراءها وصلت لواحد إضافة لخرق القانون والإجراءات التعسفية اللي مارستها في حق العمال، حاليا تستخف بالجميع وتتعالى عن الجميع، والعمال هما غيستمروا في النضال ديالهم لأن مطالبهم مشروعة ونضالهم مشروع، وما يمكنش أنهم يتنازلوا على الحقوق ديالهم. وشكرا. السلام عليكم، معكم القصباوي بوشعيب عضو المكتب النقابي وكالة كوباك الرباط سلا. تنشكركم بعد هذه الالتفات ديالكم وهذه المواكبة ديالكم لهذا الاعتصام ضد الناس هاد اللوبي، لان من الان فصاعدا اللهجه كيف غنصعدوا في هذاك هاد اللهجه ان شاء الله، هاد اللوبي الصهيوني اللي حنا كنا خدامين معاه. ولهذا كجديد اللي نبغيكم تعرفوا انه في خلال الجلسات اللي دازت على صعيد مدينه سلا وصعيد العماله، ما كان حتى حل وما كان حتى جانب الحوار، ما كانش هو اللي حوار جد الحين، ان حتى الحلول اللي عطاونا كيف قالوا حلول ترقيعيه. دوك الناس اللي درنا انتقلنا للقليميه ما غنصيفطوهم الاختيارات بين اسفي وسطات وتطوان، ففي حين هذه حلول ترقيعيه تنسميوها. جوار المطلب الاساسي كان هو التنازل على جميع القرارات اللي اتخذت من بعد انعقاد المكتب، ومراجعه الملف المطلبي اللي تيتضمن توا بعض الحقوق اللي هي حقوق مشروعه، ما كتطلبش هذا الجهد وهذه المعاناه هذه باش تحقق لنا هذه المتطلبات ديالها، لان عند شركات اقل منها في الدخل وكتمتع بهذا الشيء، في حين ان هذا اللوبي هذا انه من الشركات الكبار ما بقاتش تعاونيه ولا كانت شركه، وحتى ديك التعاونيه النموذجيه بين قوسين غنفتح هذا القوس هذا وغنهضر عليها، حتى ديك التعاونيه النموذجيه اللي كنا سموها حاشا واش تكون تعاونيه نموذجيه، لان التعاونيه النموذجيه كتعتني بالخدامه ديالها وكتزيد هي وياهم القدام، في حين ان هذه التعاونيه هذه كانت نموذجيه ملي كانت كتخلص على السوايع الاضافيه. كانت كوباك كتخلص على السوايع الاضافيه. ملي كانت باقا صغيره وباقا ما كبراتش، ما ولاتش شغل بمعنى الكلمه، في حين انه منين كبرات وسطرت على السوق وهيمنات على احتكرت السوق، ياك ولات من الشركات المنافسه الكبيره، ياك بفضل ديالنا حنا والمجهود ديالنا، لان حنا اللي دوزنا فيها 20 عام ديال الخدمه، 19 عام كل اخ وشحال دوز معاها، وهذا هو تاريخ حياه كوباك، يعني حنا اللي بنيناها وهذا هو المصير ديالنا. وكيف قلت ان النهار دخلنا حنا الكوباك ما دخلناش من فراغ، راه كل واحد دخل بالاكسبيريونس ديالو بقرايتو، ما دخلناش كوباك. انا شخصيا هيك كنموذج وكمثال، خمس سنين ديال ديليغي كوميرسيال تروازيموني ديال لافاك دوك بليس ان، يعني ما دخلناش اليوم من فارغين وحطموا لنا حياتنا وحطموا لنا وليداتنا شردوهم، دابا حنا مشردين في هذا البرد وفي هذا الشتاء الاعتصام، لان هذا الاعتصام هذا غادي نعاود غيكون صعيد اكثر، لانه كنا توقفنا على الاضراب على الطعام، ياك هذا بحسن النيه ديال المكتب ديالنا ان تنازلنا على الطعام، بزاف ديال المسائل تنازلنا عليهم بطلب من العماله وبالسلطات المحليه على اساس انه غيتاخذ قرار وغيتحل تسول المشكل، في حين ان الملف ديالنا احيل على الوطنيه، ياك وهذا كون انه مشى للوطنيه غنزيدوا في التصعيد ديالنا،
لانه شحال من حاجه حبنا كيف قلت لكم الوقف عن اضراب على الطعام اللي غادي نحلو ان شاء الله مفتوح. القافله ان شاء الله نتمنوا من الناس المكلفين بها عاوتاني حتى هي راه كاينه في المخطط ان شاء الله نتمنوا ده. وكاين بزاف ديال الحلول اخرى اللي غنقوموا بها ان شاء الله. وشكرا. السلام عليكم، معكم العمار خالد كاتب العام ديال المكتب النقابي ديال التعاونيه الفلاحيه كوباك. حنا من بعد تاسيسو المكتب النقابي ديالنا والمراسلات ديالنا التعاونيه باش يقصوا معنا لطاوله الحرار الحوار واللي ما تلبات ليناش ودخلت فيها السلطات الشغليه والترابيه ما وصلوش حتى شي حل، تحول الملف ديالنا للجنه الاقليميه ديال البحث والمصالحه اللي كيتراسها النائب ديال العامل ديال عماله سلا. هذا الاخير حتى هو اللي دار جميع المساعي اللي حاول نوصلوا معاهم لشي حل، ولكن هاد الناس تو التعاونيه واحد اختار اللي جاو جلسوا معنا جاو طلبوا منا انهم يقربوا التنقيلات من قلميم من مدينه قلميم لمدينه اسفي وتطوان وسطات. كان عندنا اقتراح انهم يحولوهم القنيطره لمده شهر او شهرين، ولكن راه ما تجاوبوش معنا، وحتى في اللقاءات الاخرين راه ما جاوش ما حضروش، والدار محضر غيابيا بعدم الحضور ديالهم، وتحول للجنه الاقليميه من اللجنه الاقليميه للجنه الوطنيه. وحنا اليوم راه كاع المسائل اللي كنا وقفناهم التصعيديه واللي كان بطلب من السلطات لا الشغليه ولا الترابيه، حنا راه مستعدين باش نناضلوا ونزيدوا نصعدوا في التصعيد ديالنا حتى نوصلوا للحق اللي هو حق المشروع ديالنا. وكنحملوا لا التعاونيه ولا المسؤولين ولا الجهات العواقب جولا. هاد الناس ديال التعاونيه واللي كيتبين من هاد الشيء كامل انها كتعتبر راسها فوق السلطه، ماشي كتعتبر هي فوق السلطه بهذا الشيء اللي كنشوفوا، حيت ما كتستجب لا المراسلات ديالهم لا الحوار ديالهم لا حتى شي حاجه. وحنا بهذا المنبر هذا راه كنحملوهم ولا الجهات المسؤوله اللي كتواطئ معاهم بهذا المفهوم هذا، اللي كتواطئ مع هاد الناس ديال التعاونيه اللي كيعتبروا راسهم فوق القانون، حنا راه غنصعدوا تنوصلوا للحق المشروع ديالنا. من المطالب ديالنا كاين تراجع التنقيله تاع الصوفيه اللي طالت الاخوان ديالنا من بعد تاسيس المكتب النقابي. السوايع الاضافيه اللي كتجاوز اكثر من 14 ساعه واللي ما كنتعوضوش عليها وما كتديكلاراش على اونيفو ديال لا سينيسيس. عندنا بالنسبه لا بطاقات الشغل لا البلد لا ديال العمل ما كايناش لا حتى شي حاجه. حنا حاولنا نطلبوا منهم مطالب اللي تكون غير بستيلو اللي ما غيخسروا فيها حتى شي ريال، اللي هي من ضمنها هو التراجع التنقيلات اللي هي الاخوان اللي 14 سنه و15 سنه وما كيشتغلوا هنا وعندهم ديور كريدي حتى تاسس المكتب النقابي عاد داروا لهم هاد التنقيلات هذا. وهذا راه ما كيبين الا محاربه ديالها العمل النقابي، محاربه التعاونيه للعمل النقابي بهذا المفهوم هذا.